تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي بعين سمارة من ولاية قسنطينة من إيقاف فتاة تبلغ من العمر 21 سنة كانت تنشط في مجال ترويج المهلوسات، حيث تم إيقاف المعنية على متن مركبة من نوع رونو سامبول على مستوى أحد أحياء مدينة عين سمارة، تحديدا قرب محطة الحافلات محطة نقل المسافرين البرية، حيث تم حجز بحوزتها 3120 كبسولة من دواء بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا، إضافة إلى حجز أيضا المركبة التي تستعمل في نقل وتوزيع هذه المهلوسات.